بينا كده يا لمبي. السنين بتلف بينا واحنا بنلف بيها. تعرفوا يا رجاله اللمبي ده كلامه موزور. ابويا الولد ده لخبط لي دماغ ابويا، عمال يخش في سيه. يا عم انت جاي تكذب علينا هنا ولا ايه؟ لا 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 يا عم الحاج، مطفوع يا عم الحاج، واعرف انت بتكلم مين. صدق بقى الواد على الطلاق لما بقبله، ومش هكمل كلامي غير لما تتصرفوا معاه. بقى وارب تسلم يا حليمو حبيبي. اشرب ما خليك، اشرب يا لمبي عشان تفوق. ماشي انا بقى الحكايه حبيبي. حبيبي على فكره يا جماعه الراجل ده انا مصدقه، واني كمان مصدقه. الله يخليك. في ايه بقى؟ الله اللي انت حكيته يا جدع. وانا حكيت ايه بقى؟ انك شغال تلف في السنين. ايوه عمال الف في السنين. كمل بقى ايه حكايه هريسه اللي انت كنت بتتكلم عنه دي؟ ده يا عم الحاج، هريسه ده حكايته الطول. نخرج بره الاول المخور اللي احنا فيه ده او الكبانيه ده، نطرش الزباله اللي كناها، وبعدين نحكي في موضوع هريسه. يلا بينا بقى، يلا بينا بقى. ده يا عبده انت قاعدين في حفره ولا ايه؟ يلا يا عم انت بتضيع. انت مش شبه عليا ولا حاجه؟ على فين خبيبي؟ بنياتي خبيبي. ايه ده؟ انا مش فاهم اللغه، انت بتتكلم اللغه ايه اللغه دي؟ خبيبي فين خساب سرب اللي انت سربتيه؟ خساب سرب من اللي انا سربته؟ ايوه بس عرفتك انت، اكيد عديت القريه صح؟ تستبتي انت خبيبي حساب سرب اللي انت سربتيه. سرب اللي انا سربته؟ ابو بديعه، ابو بديعه عرضه. عرضه ايه يا لمبي؟ الراجل اللي واقف هناك ده بيقول لك في حساب عايز يدفع عشان السرب اللي احنا شربناه. طب ما تدفع الحساب يا لمبي. الله يفهم منين ما انت عرفت ان انا من رضاياك اللي خلقتني ملط. انت مش معاكي حساب؟ احنا نتصل باسم بوليس يجي واخد صورته ياخدك على كراكون، انت تروحي في توكر. يا جدعان الراجل ده بيتكلم كلام عليا الطلاق، انا ما فاهمك بتقول ايه. انت بتتمضمض ولا بتتكلم؟ بنيوتي حبيبي دي واحد كليفتي، انت واحد عسكري ودي بوليس. عرضه عرضه خلاص، هقول لك هيمتى واحد بوليس. لا 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 مفيش بوليس. خلاص خلاص اقعد يا لمبي، خلاص يا خريستو مفيش عسكري ولا حاجه. بكرمك انا هدفع الحساب بعد ما اوضيه على وسط الامانه دي. وسط الامانه؟ امال ايه؟ تعالى وهنوجب معاك وانت ابن بلدنا وكده، وفي الاخر وصل امانه. انا فاكرك هتشرب قرعه ولا اتنين، ده انت حفيت يا لمبي. يا راجل حفيت ايه بس وانت بتاكدني ايه؟ اهو يا عم اللي الاصل على الصحوبيه. اتفضل انزل يا عم بقى من الموتوسيكل اللي انت راكبه ده، خلاص حاسبنا. ها؟ حاسب؟ ايوه. تصدق بقى انا زعلان منك، ازاي تحاسب وانا موجود يا لمبي؟ ما انت كنت راكب الموتوسيكل مش طايلك بس. الله. يلا بينا بقى نقوم من مكان القذر ده. يلا بينا. تعالوا يلا نطلع من فوق الناس دي. ايه الصوت الجامد ده يا لمبي؟ ده انت صوتك ولا الشيخ سلامه في زمانه. كلام اتنين، قول عبده الحمولي حامد مرسي. مين مرسي ده؟ ده مطرب شاب كده، انا فكرته بقال جنبكم. ايوه انا مش عارف والله يا جماعه اعمل معاكم ايه، يعني انتوا امين معايا بوجبات كل شويه، وشويه احبكم وفي نفس اللحظه بكرهكم، مش عارف ازاي اتنين في واحد. حبينا حبيناه، وبعدين احنا عايزين نبسطوك يا لمبي. خلي بالكوا الولا لمبي ده في القلبان ده مفيش اخوه، بس دماغه ضربه. الظاهر كده البوظه اللي احنا شربناها مغشوشه. على فكرة انتوا دمكم تقيل قوي انتوا التلاتة. احنا هنغنشوك ولشرفك. وبعدين احنا معرفتنا مش بالسهل يا لمبي. ايوه اتفضلوا اتفضلوا، احنا وصلنا يا لمبي. وصلنا والله. ده خليك. ايوه يا جدعان على ليالي الانس والفرفشة.
انت واخدنا على بيت دعاره ولا ايه؟ لا ده بيتنا. يعني بيت دعاره. بقول لك انت نكته. او 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 بيت غلس زيكم. اتفضل. الله يخليك. الله يخليك. الله يخليك. اقعد هنا؟ اقعد بقى. الله يكرمك. اقعد بقى هنا؟ ايوه. على من قوم نجيب لك الذهب اللي اتفقنا معاك واحنا جايين انك تبيعه. يا سلام. بقى انت مأمننا على الذهب مش خايف ان الذهب تاخده؟ الله ده رأيي. احنا نأمنك على عرضنا على نسواننا. يا نهار اسود وانا ارجع لكم نسوانكم زي دين واحده كمان؟ ده في عينيا. خد كمان يا لمبي. ايه ده؟ واصل الامانه اللي انا كتبته لك. لا 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 انتوا كده اوفر قوي بصراحه. ما فيش رجوله بالشكل ده ابدا. انتوا مش خايفين ان انا اخد الحاجه دي طيب واروح فاكك من هنا؟ طب جرب كده. ماشي. جرب وقت تاني وانت تلاقي ان ترجيه بتوعنا كلوك وبعدين دفنوك. كلوني وبعدين دفنوني؟ طب هو هيفضل فيا ايه بعد ما ياكلوني؟ هيدفنوا البيبي بتاعي ولا ايه؟ صحيح مش كده ولا ايه؟ مخ لازم. طب اقول لك نود. انا هخليهم يدفنوك وبعدين ياكلوك. كده معقوله؟ يدفنونا هيبقى فيه جثث، انها جثه، انما بعد كده ياكلوني، صح ولا ايه؟ ايوه ده الكلام المظبوط. تحب تشوف الموت بعينيك دلوقتي؟ لا انا مش فاضي، ابعتوا لي على فلاشه اتفرج عليه بعد الفطار. ايه يا عمو لبسوا كله ولا ايه؟ دي فلوس ناس. فلوس ناس في علم الغيب، واجب برضه الحفاظ عليها. ايه ده الكبريايه دي؟ بقول لك ايه؟ الشغل شغل يا لبي. بقول لك ايه؟ نعم. انا ما احبش المياعه في الشغل. طب يا عم مياعه ايه وانت شايفني واقف لك برقص لك بالسلب في قلب الكنبه؟ كلمه تانية هنطير رقبتك. ليه طب والفلينه تبوظ؟ الله يشيل فلينه. انا معاك يا عم والله والله معاك. ابو بديع حليمو تعالوا معايا. يلا خليك قاعد هنا. حاضر ما انا خليني قاعد اهو. طيب ايدك دي ولا رجلك؟ انت واكل ايه؟ زبط؟ يا اختي انا تعبت كفايه. لو احنا هندفنوا فيل هتوسعي الحفره يا بنت ولا ما تدفنوكي مطرحي. بيدفنوا بني ادمين. انت مين السلفان دي؟ انا اللمبي صاحب ابو بديعه وعبده. وقاعد عندك بتعمل ايه؟ لا ده انا اصلا قاعد هنا انا وابو عبده وابو بديعه. كنا بنسكر جامد قوي في الخماره، فلما سكرنا بطننا قلبت حتى بقى مرضى ما طرشنا على الباب بره، فجيت هنا بقى وانا قاعد انا وابو بديعه وكابوريا. بقول لك ايه؟ نعم. ما شفتش حد ماشي كده ولا كده؟ في مين؟ ايوه ابو بديعه عنده اسهال رايح جاي على الكبينيه، رايح جاي عمال يتسال. يعني انت ما اتحركتش من مكانك؟ لا والمصهر الشريف وده معقول اتحرك من مكاني وانا ما بفهمش في الاصول ولا ايه؟ دي حمره بيت ولا يتعدى الاصول.
يا مؤاخذة يا لمبي، معلش اتأخرنا عليك. حبيبي أبو وديعة، أبو وديعة ازيك؟ وحشتني والله. أنا قاعد هنا من ساعة ما أنت مشيت وسايبني كده وما اتحركتش من مكاني. معلش اعذرنا. المعذور احنا، ايه يعني معذورة؟ ده بيتنا. عبدو، مين ده؟ ده الموزع الجديد اللي هيصرف لنا المسار. عسعست عليه؟ ايوه عسعست عليه، واد قشر بياض ونضيف وبيروى على ضمانتي. عدم اللي مؤاخذة سلمبي. لا ولا حاجة. اهلا اهلا، مشرف. الله يخليك. في بيتك يا اخويا. الله يخليكي. لا المية دي السلمبي. المية. تمام، دي اصل انا بحب اريل وانا قاعد على نفسي. يعني بحب اريل وانا قاعد كده مع نفسي. عيلتنا كلها كده. جدي كان برياله. جدي ابو رياله الكبير. يعني عيله معروفه في شحطي في سبع السمك. احسن ناس. امال ايه؟ ده كان يعني بصي ما فيش. اهلا نروح مريل على طول كده. لو في حد تاني جاي لسه. اختي في حد تاني جاي. سيفي في حد تاني. يا استفتيسه يا سيفيو، انتوا عندكم رجاله؟ هم فين دول الرجاله؟ ما تخافيش يا شابه، بس يا عبد وجوزي. خشي يا اختي البيت بيتك، خشي. ايوه عليكي، انت مكسوفه، ده البيت بيتك يا اختي. يوه انت نورتينا يا حبيبتي. هو انت؟ انا مين؟ مش انت الولد اللي كنت عامل عركه الصبح؟ انا اللي كنت عامل عركه الصبح. ده دغدغتهم كلهم نفر نفر مع بعضنا البعض. وانت مين بقى، بنت العركه؟ لو انت صادق، انا الولد الطاري اللي انت عكننت عليه على البحر. تصدقي عرفتك من بقك؟ انا مش معقول برضه عمال اقول واد نايس كده واقف والحته دي. طب مين دراعك عامل ايه دلوقتي؟ وانت ايه اللي جابك هنا؟ بقول لك البنت طلعت تعرف الولا، مش هينفع ندفنوها وناخده مساغ غير لما ندفنوه هو الاول. ايوه بس ده واد غلبان ومش لابس مساغ. اسمع زي ما بقول لك، ارجع عن موضوع المساغ، الغيه وخلي الواد ده يمشي من هنا، خلينا نستفرده بالبنيه. واجب اداهي. الناس دي الناس دي بيت اصل وناس على حق ربنا، وانا جاي هنا عشان اجيب قماش لناس قرايبي اللي عندهم. وما عندوش مشي ليه؟ الحدود بينفخوا من الناس. الناس هنا بيكرمهم اخر كرم. دي بقى ده كانوا عايزين ياكلوني من شغل المصحف، وادوني فلوس وادوني مساغ. يعني ناس ولا تكلب. خلي بالك، حاولي تخلعي من هنا. اخلعي هلمبي. ايوه 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 عبدو. بقول لك ايه، تعالى عشان عايزك في موضوع. حاضر حاضر. بنت ما تمشي. بقول لك ايه، نعم. انت هتمشي دلوقتي وهنخلي موضوع المساغ ده بعدين مره ثانيه. طب حاضر. طب المزمزل مش ماشيه؟ البنايه هتتفرج على شويه قماشات. طب انا ممكن اتفرج مع البنايه؟ بالسلامه انت. يلا ده موضوع ستاتي مالكش فيه. ماشي، شكرا يا عم كباري، شكرين قوي. حبيبي فين الناس بالكوسكوس؟ اهلا يا شربات، منوره يا اختي. بنورك يا اختي. اهلا يا اختي، اتفرجي. ولا حلمه، انا عايزك تحرتش لنا حبه حاجات كده للقعده. تمام، طول عمرك ابو حمادات يا سيد الناس، طول عمرك فايز وعلى كيف كيفك ابو بديعه. طب يلا يا اخويا، ام حبه. حاضر يا سيد الناس. انت راحت ليه؟ داخله جوه. هتعمل ايه جوه؟ ايه ده؟ رقيتك من العين وشر سحر العين، حصنتك بالملح والمليح من كل فعل قبيح. رقيتك واسترقيتك من كل عوج ومعوج. دق يا اخويا دق وعلي الصوت، خلي السحر يموت. Yeah.
يلا يلا تعال. انا مش عارفه اقول لك ايه. قولوا نمشي. والله دي كانت اكله حلوه قوي الاكله دي احنا. فانا طبعا ايه لما بيتكلم معايا رحت مديله بالمطوه بجنبه، اديته بالورده بجنبه، وبعدين يعني اصل الاحوال اللي زي دي. يا ويلي لا يا فندم مش وقته يا بني ادم، احنا في مرايا. هجوم بينك وبينها. لا انت طول عمرك غداره، انا عارفاكي كويس، بس انا مش هنسكتوا. انا بس كله اسكت لحاله، انتوا فاهمين ولا حدش حاجه خالص؟ اوعى اوعى، انا مش لوحدي، انا معايا القوه، انا بقول لك اهو. اوعي 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 تسوي لك نفسك. اوعي الزمي حدودك واثبتي مكانك. انتوا كله اسكت مكانه. الله يخرب بيوتكم، ضيعتوا مستقبلي. وايه الجو اللي انتوا عاملينه ده؟ عاملين لي دخان وهلمة. ابطل يا ابني على الناس دي كلها. خش يا ابني شوف لي يا ابني البلاغ اللي متقدم على الجثث اللي مدفونه في البيت ده. يا حضره الضابط، الجثث اللي مدفونه في البيت ده جثث ناس قرايبنا، اصل احنا ما بنحبش ندفن بره، سلو بلدنا كده. سلو ليه؟ انت منين؟ انا مش من هنا، انا من الانفوشي. وانت؟ انا حليم اللي بيعمل لك الشاي ولا هو سعاده الباشا؟ بيعملوا لي فين؟ في الاسم يا سعاده الباشا. طب ما تيجوا معايا الاسم وانا اعمل لكم الشاي بحليب. يلا حلاوه بطل على الناس دي كلها. كلبشها كلبشها. يلا يلا يا جدع انت. يلا يا حاضر الضابط، يا حاضر الضابط، احنا مظلومين. الجثث دي بنت عمتي وخالتي كلهم قرايبنا. ربنا الجثث جثثنا الجثث دي. خلاص انا وصلت لك. خلاص ما تعالجنيش، اتفضلي امسكها. يا كويس امسكها امسكها. ايه مش عارف ليه كده حاسس ان انا قابلتك في عصور كتير قبل كده. وانا كمان من اول ما شفتك وانا قلبي اتفتح لي، قلت ايوه الواد اللبط ده. انا ما يعني انت كنت عايزاني اسكت لواد خير زيك ولا ايه؟ اموت في الادب، اموت في الشبي. بقول لك انت بقى كلميني عن نفسك كده، انت مين؟ ها؟ انا النوعه. النوعه؟ النوعه بنت ابوها. ايوه. ساعات يخليني بت وساعات يخليني واد. بس بيني وبينك انت ما تنفعش واد خالص. انت ما اتخلقتش غير انك تبقى ست، وست من الاخر ست الستات. ده انت عايز تتعمل سندوتشات. وعايز اسالك على حاجه كده، بما انك انت هنا دايسه السنجريه يعني ورمل اسكندريه يعني. قول يا اخويا. انت ما تعرفيش حد هنا اسمه عم حريسه؟ حريسه؟ ايوه. هو سالف منك حاجه ولا؟ سالف مني حاجه؟ الكلمه دي خطر قوي على فكره. سالف مني بقى؟ انت عارفه عم هريسه؟ فين عم هريسه؟ لا انا معرفوش، بس يمكن ابويا يعرفه. طب ابوك فين دلوقتي؟ لا فين؟ سبقني على الشغل. ايوه. طب والشغل بيشتغل ايه انت؟ في كازينو القط الاسود. انت بتشتغلي مدربه سنود واسود ولا ايه؟ لا يا اموت في القدم، اموت في الشامي. يا ليل يا ليل يا عيني يا ليل يا ليل يا Yeah.
ياد راسه. انا لاضرب الرمل والصوانة على راسي، يمكن على الله يرق قلبي كلاسي، يمكن على الله. يمكن على الله، يمكن على الله يرقى قلبي كالقاسي، وشعرك حني بيه بالزبدة ودانكيه، وده شعرك حني السمنه اللي بيعملها دي. يعني انا اعمل ايه دلوقتي؟ بتعلم راس الشرقي. يلا اعطيني حاجه اجري عشان خاطر تطمني عليها وطمنك عليها. طب يلا تعملي حاجه اطمن عليها. حاضر بفكر. انت عماله تورطي بدماغك. اعطيني حاجه. خلاص عندي بتاعت الالوان. بتاعت الالوان؟ ده انا ما علمت حاجه. انت ايه؟ استنى يا جماد وزرور ذكي وتفريز. علبه الالوان. علبه الالوان. اول نبي حلوه. ماشي. ها. هترقصي مراسة كاريوكا ولا سامية جمال؟ رقصي سامية جمال. حددي يا قطاطا، سامية جمال ولا كاريوكا تفرق؟ انت يا دي اختي بتعرفي تعملي الاثنين، انت عايزه ايه؟ كاريوكا انا قفشاها. طب يلا يا اختي، يلا واقفة كاريوكا. نزوة؟ من كده من تخيلك فوق. ما في عظمة كده. ها؟ نزوة؟ وانت اللي حاطي لي عشطة لبحت لي عشطة. الصاد يا قطاطا انت بتفصليني ليه؟ بتفصليني انا سخنت. انت انت بترمي ايه وانت قاعده؟ برضه وسطي. انت عماله ترمي حاجات كده من جهه. انت بتقولي لي ارقص كاريوكا؟ ما دي كاريوكا فين؟ سؤالي في الحته دي الكاريوكا دي. ربنا يسامحك. انت وديها عملتها فين الكاريوكا دي؟ معرفش هي دي راسه وسطي يا قطاطا. بصي بصي يا حبيبتي دي راسه الحوامل دي. واحده خامل بتصعد الواد ما ينفعش. هي لميس؟ لا. طب بقول لك ايه، انا مش متمكنه بصراحه. قومي انت وريني. انا وانا انا هقوم انا وانا بخطري. ما انا ببقى عايزه اسحاله عشان اعرف. مجرب انت رحت فين؟ انا اهو. ايوه اهو. بصي بقى، هو في الغرفه. هو في كده الغرفه ديكي زيت هيك كاريوكا. خلاص انت تروحي كده. ايه دي؟ كده ايوه يا سيدي. انت تعملي كده عشان يبقى بيتي رقصه اني مايزه. ماشي ماشي. بس يا جماعة انت كده بتنده الكلب. خلاص ها كده. بص بمجازة ايوه. تا 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 سكت ده. جدو 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 ما تحت يا اختي بقى كلب وعدي. جدو هو يا قطاطة اهو. بتعملي ايه يا لميس؟ بنرقص يا جدو. بترقصي يا لميس؟ مش بفهم. ما ترقص يا عباس بيه. ايه؟ في ايه ما ترقص؟ انت يعني مراتك ما رقصتلكش؟ لا طبعا عمرها ما رقصت. ايه وعدك دي؟ الله ما تقوليش انك مراتك ما رقصتلكش. ياه رقصت؟ يبقى خلاص بقى، يبقى سيب مسألة في البيت. انا هنا سيدة الكسر. سيدة ايه؟ سيدة الكسر. سيدة الكسر. يا جدو خلاص بقى اطلع بره، بطلنا رقص. اطلع بره في ايه؟ بره. حاضر.
خلاص بقى كفايه رقص يا قطط. اقعد بالراحه. اقعد. ايوه مزروح. خلاص بقى احنا رقصنا ولعبنا وهزرنا. مزروح. ممكن بقى تكملي لي حدوته الليمبي؟ الليمبي يا حبيبي اهو غينك اهو شايفه. ايه يا عم ماذا حدث؟ لقد غزوه في السوق الصبح. غزوه؟ لا افهمك. غزوه يعني حطوا له السكينه في كلاوي. لا عم قول لي بقى الكنز فين بقى وانت في المن في المفرق الاخير. حقا اين الكنز؟ لقد قلت انك ستعترف في النزعه الاخير وانت الان تموت. اين الكنز؟ ايوه كده حاسسني ان انت مراتي وخايف على فلوس عيالنا. يا معشر قريش هيا بنا الى بيت بني هريسه. هيا 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 هيا. لن اتركك لن اعرف مكانك. انت بقى اريد ميه. هات كوبايه ميه. ساحضر الكربه. الكربه انت هتسقي جنن بقول الكوبايه. وما هي الكوبايه يا عم؟ انت فيك حيل تقعد لسه هتعرف معلومات؟ ده انت مسافر دلوقتي يعني. هتقول لي كوبايه؟ يلا خلصني والنبي قول لي فين الكوبايه. اريده ايه تاني؟ من 12 الظهر لحد العشاء واحنا قاعدين قاعدة استودد. اريد ايوه اريد شربة خمر معتق. شربة الخمر معتق؟ انت مصر ان انت تموت كافر برضو؟ ايه يا عمو؟ قول لي الكنز فين بقى خليني اخلص ده. ايه يا عم الديناصور بيخلص ولا ايه؟ قول لي زي انت بيسحبوا روحك ولا بيطعنوك ولا ايه؟ عمو 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 عمو. ما هذا؟ ما هذا؟ يا ابني بنت العلامه العلامه خلاص الكن. العلامة سكر الندى. المفتاح. ما هذا المفتاح؟ مفتاح الكنز يا الندى. الكنز؟ إذا هيا بنا. هيا بنا هيا الندى هيا. السيد زيتون؟ هل فارق هريسة الحياة حقا؟ ده مكان وفاشة. إنه يفرفر بالداخل يا سيدي. إذا فقد قال لك عن مكان الكنز. أجل إنه قال لي على مكان الكنز. إذن أين هو مكان الكنز؟ هذا هو السؤال المنشود. ما هو سؤال حلقة اليوم؟ أين هو مكان الكنز؟ لقد فاز هذا الكلب. إن عمي هريسة يفرفر بجانبه الكنز. هيا إلى الداخل. لقد اعترف بحقكم وكان أن ليكم ذهب والماس واليقوت ومن أخويا. خش جوه. يلا نوفين دي بقى دلوقتي. الديانة اجري بقى اجري بقى. يا إلهي لقد هربوا بالسر وضع الكنز. طبا ماذا أفعل الآن؟ ماذا أفعل؟ ابحثوا عنه في كل مكان. لا تتركوا شبرا في المدينة حتى تعثروا عليه. أخرقوا دمروا خربوا. لا تتركوا امرأة على قيد الحياة. شردوا الأطفال وإن وجدتموه اقتلوه.
هل أعجبتك؟ زيدون أنت دائما تعجبني، لكن يجب أن نجد اللمبي حتى نجد الكنز. أنت انظر إلي، هل رأيت رجلا مسرعا مرة من هنا ومعه فتاة شابة؟ ماذا تريدون مني؟ نبحث عن اللمبي، هل تعرف اللمبي؟ اللمبي اسم عجيب عجيب، وماذا تريدون مني؟ نريد أن نقتله. إنه قوض سديد سديد. ما رأي زوجة الحمقاء؟ أجل سيسلخ جلده. إذن اذهبوا إلى أبي ذهب، إنه أقذركم وساخة. إنه رجل أبلة وهكذا زوجته. هيا بنا هيا بنا نبحث. هيا رجال. أعجبتني. ما يعجبني فيك؟ دهائك. أعطني قبضة في الحنك. لمبي، نحن في المطاردة. اجري. حلمي. ماذا نفعل الآن يا لمبي؟ أقول لك على حاجة، الصنم ده هو اللي جاب لنا النحف والعرش. لا يوجد مكان آخر. أنا تخبي. أنا أشك في هذا الباب. ولكن كيف نخش إليه؟ نخش جواي؟ المفتاح يا لمبي. المفتاح؟ أي مفتاح؟ المفتاح. المفتاح ده هو. واللمبي زي ما راح زي ما جه، وزي ما هند جت راح زي الكنز زي ما بيقول. نعمت. ومفيش اكل هنا في البيت ده ولا ايه؟ انا جعان قوي. لبيس لبيس. لا 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 طبعتيني. ما تحقدر احضر ايه؟ يلا انا بنفكرك حنيت جزء خضاء جزء اخراهم جزء بس انا جزء اهو. بصيرك تحلي يا ابو لبورك يا اخويا. واسع احنا في اوتوبيس. عارف اسماعيل لو دخلت الفيلا دلوقتي مش هتعرفها. الضحكه رجعت لها تاني، البسمه، الحياه بتنبض فيها. لو شفتها وهي قاعده بترسم زي زمان مش هتصدق. ملاك يا ربي قاعد بيرسم. الكلام اللي انت بتقوله ده جميل ومشجع، بس لو حطيناه في مكانه الصحيح وسط الاحداث هيبقى مجرد عارض ما نقدرش نطلع منه باي نتيجه.
عرض ايه ومرض ايه؟ بتتكلم كلام عادي، ما انا قعدتك قدام المونيتور تنحت. اسمع يا عباس، انت فايق ورايق، وانا عندي عيانين دافعين ومستنيين، وانا مش فاضيلك. من الاخر كده، لميس ما زالت في خطر، قطاطة ما زالت مجرمة، وشرها هيطولك ويطول لميس. اتفضل يلا، مع السلامة. تصدق يا اسماعيل ان انا لولا حالف ان انا ما قتلش حد من الاربع كان زمانك دلوقتي في الكفن. فوق دماغي ده ايه يا عمر؟ وحياة سماحة وشك دي، واللي ما شفت شبهك على حد، ان سلامات دي ادعاكها تحت رجلي زي الصرصار. السلامات قال سلامات سلامات سلامات، بلا وكسة يا بلا حمات. السلامات. مرازل ايه يا حبيبتي؟ في ايه؟ مرازل ايه؟ السيجارة دي عاملة كده ليه؟ ما تفضحيناش، اشربيها وانت ساكتة وحاولي تداريها. عاودي داريها. لا داريها. افضحينا. انت عارفة سلامات اللي عاملة هيلمانة دي كان اسم يا مليا؟ انت فين؟ ام ياسر. ام ياسر عايزة ايه؟ انت رحت فين ليه؟ انت رحت فين يا مليا؟ قطعتيلي الخلف. انت عارفة اللي عاملة هيلمانة دي كان اسمها سلامات مشاوير، كانت حتة صبية عندي بلقمتها، فضلت تتدحلب لحد ما شربت الصنعة، ولما بعد كده قاويت حربتني وقطعت عليا وسرقت مني الزباين. اعمل فيها ايه دي قطاطه؟ يا وليه ما تثبتي يا وليه، خليني اعرف اكلمك. لا وليني يا ام ياسر. يا لهوي انت رجعت الارض بتلف ولا ايه؟ لا دي السيجاره عملت شغل. دي السيجاره دي اجنبيه؟ لا ايه؟ دي سيجاره محشيه يعني. محشية؟ اه. ومين ياخدي عنده خلق يجيب السيجارة ويقعد يعور فيها ويحط الرز معاه؟ يا ولية يا سيجارة محشية حشيش. حشيش؟ وطي صوتك ما تفضحيناش. سيجارة محشية حشيش؟ تدقي بقى يا ام ياسر، عرفت انت تعرفي الحكاية دي فيا. تشربي لي سيجارة حشيش كده؟ ولا ينفع ان انت تعرفي؟ يا ياسر ايه رايك في الوقفه دي؟ هاب كده؟ ايه ده؟ كده ملاكم يا قطاط عرسي ملاكم؟ ملاكم؟ طب اعمل ايه؟ لا عايزه حاجه فيها اغراء كده. اغراء؟ اغراء يعني ايه اغراء دي؟ اغراء يعني باز كده سكسي. ايوه عرفت كده من اللي هو طب اسلح لك كتفي؟ أصدق من هنا؟ لا لا كده يا قدال ده كده إغراء. لا أنا ما أقصدش، أنا أقصد تنامي وتعملي باوز كده إغراء سكسي يعني كده بنوتة. بوز؟ أيوة. ده بوز يعني البوز السكسي كده بتاع البنات الحلوين، ده هو البوز كده. النبي يدعك يا ما. آه نامي يلا تعالي. ها بوزي دي؟ ورين فراغ بيبا بوزي كده؟ أهو وكده كده بيه كده بيفكر. ايه ده؟ لا لا كده اخراء. بصي دي؟ سلي؟ ايوه. لا كده ماشي، بس هتثبتي ولا لا؟ اصبر كده حط ده هنا. حط. ايوه اثبتي بقى. طب كده؟ اعمل نفسي بقى ان انا بفكر؟ ايوه بصي في حته تانيه خالص ما تبصيليش. من كده؟ ايوه. لا 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 بصي قدام 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 قدام. لا يا قطاطه نامي. ايه؟ نامي يا قطاطة نامي. أنا بخلص؟ أيوة. لا لا أمال إيه؟ أيوة ارفعي راسك وبصي. هو أنا ممكن أسألك سؤال؟ نعم. ما أنت مقعداني هنا ليه؟ برسمك يا قطاطة. برسميلي؟ سلام، ده أنا ياما رسموني. بجد في رسامين رسموك يا قطاطة؟ أيوة الفنان ده محمود سبيداج. سبيداج؟ أيوة. ده رسام؟ لا بقاش بلقاش قد الدنيا مثلا ده يطلع بصي ياخد العمارة محارة في يوم وليلة ويروح على البيت يكمل بياض فيا. طب ممكن تثبتي عشان انت بتتحركي كتير وانا مش عارفه ارسمك؟ انا بوز بس هو جسمي اللي بيتحرك لوحده. لا لا اثبتي، وعايزاكي تعملي كده شو كان عارفه الشموخ والدلع تبقي كيوت، تبقي بنوته كيوت. مين صار كيوت دي؟ لا كيوت يعني بنوته رقيقه. بس ما
اثبتي بقى يا قطاط. هتعملي لي تعملي رسميه زي تايتانيك. ايوه زي تايتانيك. عارفه البنت دي؟ عارفاه. تايتانيك دي جوهره اللي هي الزرقاء. لا بس انت احلى عشان انت يا قطاط عندك كده ما شاء الله كيرفز في جسمك. عندي ايه؟ كيرفز يعني عندك مطبات يا قطاط، عندك مطبات في جسمك عايز ارسمها. طب ايه رايك بقى بصي؟ عبيتك بقى ايه؟ عزينه. ماشي. حاضر حاضر. مين يا ابوي؟ بتعيطي ليه يا قطاطة؟ افتكرته. هو مين ده؟ الفنان محمود سبيداج. انت عبقري. صالح. صالح. ايوه ايوه يا بيه. هات لنا ازازه وكاسين وتلج بسرعه. خلص. حاضر حاضر يا بيه. طمني، وقعت على زبون سقع المرة دي. زبونة سقع يا ابن الرجالة دول ما يجيش من وراهم غير وجع القلب، إنما النسوان بقى موجودين عشان اللي زينا ينصب عليهم. أوي من كل الله الواحد لولا الحوجة للقرش ما كانش اشتغل عند كلاب زيكم. من كل الله يا قطاطة زهقتيني، سيب الدبانة دي. ما انا دادي بنموت الدبانة دي، كل ما اجي اتكلم تروح تاخد بوقي. نزلي ايدك، نزلي ايدك، هضربك بالرصاص. انت هتضربني بالمسدس عشان دبانة؟ جدو دبانة ايه؟ انا في الليتي فيها دبانة تلاقيه طالع من شعرك. ليه؟ خرج من شعري ليه؟ هربيه وبيعه؟ جدو من فضلك اطلع بره. ايه؟ اطلع بره. حاضر حاضر. شكرا. انا رسول ده شخصيته قدامك مفيش. عادي عادي. انا رسول. انت عارفة ان انت احلى حاجة في البيت ده؟ شكرا. جدو. نعم. ارحلينا ببوتش كده. احنا وصلنا لحد فين؟ لحد ما اللمبي كان بيهرب. اللمبي مين؟ اللي كان بيدور على الكنز. كنز؟ ايه كنز دي؟ ايه قطعت مالك ما تركزي؟ حد كلمك يا لميس؟ جدو قلت لك اطلع بره. انا هطلع. شفتي يا اخي؟ شفتي ده جدو؟ بقولك بس شخصيته عماله تنزل 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 لما بيحك في الارض. خذي. ها خلاص ماشي؟ احنا وصلنا لحد فين؟ لحد ما اللمبي كان بيهرب. ها؟ اللمبي مين؟ قطاطة. كملي يا قطاطة. حاضر بتحرك معاك. ماشي. بص يا ستي. انت لا تزعلي مني يا هند. لا تزعلي مني يا هند. لا خبيت امك يا زيتون. هو جاب الغدار كده ليه؟ وايه اللي اتقلب النهارده؟ انت مساعن يا سيدي، انت مساعن. سلام عليك. انت عم تمساعن. انت مساعن يا سيدي. مساعن حنان. مع السلامه عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبي. حنيني. احنا كده بقى في مصر بقى ملوش لازمة بتعمل غير بقولك والنبي. احنا هنا مصر دي احنا كده في المريوطية، انا شايف جاموس وبقر ومعيز وحاجات كده يعني. فاحنا اكيد يا في المريوطية يا اما في نصر الدين يا اما في زفت اللبن، صح ولا ايه؟ انا مستعد منك حالا. مستعد منك حالا. ايه انت يا ابني؟ هنا. انت بتكلمني انا؟ افندي ما يا مسياحه. ايه؟ افندي ما مسياحه انت. يا نهار اسود، انت ملبوس ولا ايه؟ بقولك انا من مصر وعايز اعرف اروح ازاي للسيده زينب، يعني اركب ميكروباص منين ولا اخد مترو الانفاق؟ لا خد القصر، القصر بعيد، امشي على طول هتاخد القصر بعيد قوي. يا اما تركب حمار. تروح على حمار. يا جدع انت بتكلمني ولا بتكلم مين؟ بكلمك انت. ايوه ما انا بقولك انا اروح السيده زينب ازاي، من قلب المترو ولا من قلب الميكروباص؟ اركب الحمار. انا على ابن حمار يا جدع، ما بلاش اللي تعرف انت من حمار يا جدع. انت من حمار وستين حمار والله حدب ايدي في زرك هطلع لك ولا اخرك بره. ايه يا عم الحاج،
انا بقول لك اروح السيده زيدان ازاي؟ ما انا بقول لك يا زيدان من حمايه تاخد يا روح اجري بقى بلاش غلاوه بقى يا عم. الله 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 انت بتطلع على بك حلاوه زي ايه؟ بقول لك انا عايز اروح دلوقتي السيده زينب اروح ازاي؟ خدي معاك على طول يا اخي. انا ابو امي اللي عايز يجي يسالك بحاجه تاني، بس احلى حاجه عرفتها ان احنا في مصر محرق بالدنيا يعني في الله. يلا ربنا شايفك بقى. انت بتقول ايه؟ انت كنت بتشتم ولا بتدعي لي؟ بس خلاص انا همشي انا بقى. شاكرين قوي بلدينا حبيبي. تسلم الباشا حبيبي. شاكرين قوي. قطعت عسل واحده ثانيه والنبي واحده ثانيه. اقول لك يا ستي. قولي. اقول لك بيقول لك واحد ميكانيكي راح للدكتور يكشف كتب له على قطع خيار. يا اختي عليكي وعلى قعدتك الحلوه. يا بنت دي فوق دي مالها؟ كوثر. ما مالها كده؟ هي كده تبقى كويسه وزي الفل وفجاه تروح في حته تانيه. حته تانيه؟ ايوه. لما تيجي نروح معاها على الاقل نفك على نفسنا شويه. ناديها. ما تنزلي يا بنت، انزلي يا بنت، انزلي انزلي يا بنت، لك ضربه الدم انزلي. قاعده فوق عامله فيها على الصوره. عادي. مالك يا بنت؟ مالك يا بنت كده ويا بنت كده مالك؟ هيكون مالي يا اختي غير همي اللي انا شلته وانا لسه في اللفه. ما ها ادك انت اللي بتقوليها بنفسك، همك لسه كله لسه على بعضك في اللفه. ايه اللي حصل بقى؟ فاتفضل كده واحكي لصدرك، ما تترش اللي في قلبك يا بنت وقولي، دخلت هنا السجن ليه؟ مش هتصدقي يا ست قطاطا والله. امي يا اختي هي اللي رمتني في السجن. ما خليتك السجن؟ ليه؟ كانت فاكره مدرسه داخلي؟ كملي يا اختي كملي. امي طول عمرها يا ست قطاطا ما بتشوفش يا اختي غير نفسها وبس. ايوه. وكل راجل بتقابله بتتجوزه. والراجل ده يا اختي عينه بتبقى على حاجتين. عين على فلوسها والعين الثانيه على بنتها. ايوه. اللي عايز ينهش في لحمها وهي نايمه. حبيبتي. والمفروض يا اختي ان انا نايمه وسط اهلي وعيلتي وفي بيتي. وجه في مره راجل منهم دخل عليا وانا نايمه وكان عايز ياخد مني احلى حاجه في حياتي. ايوه يا بنتي يقول عايز ياخد السجاير. لا يا اختي كان عايز ياخد شرفي. لقيت نفسي بضربه على دماغه بحاجه ولقيت نفسي هنا. يا بنتي ابوي امك موقفها ايه؟ امي؟ ايوه الموقف بتاعي. امي يا اختي بتدور على عريس تاني. بتدور على ايه؟ على عريس تاني. عشان تموتيه؟ يا زعل الغلبان ده بتبردد من ايام. ايوه. يا زعل البني ادم. بني ادم لما يبقى ملتصف ويبقى الناس رايحه بوجه عليه بيدوس عليه كانه فرد الجزمه. بس انت عارفه يا بت؟ انت عارفه؟ انت بنت جدعه. والنبي انت بنت جدعه جدعه. عشان عفيسي على نفسك وعلى شرفك. ابوك ابوك لو كان عايش كان يتفسخر بيكي. الله يرحمك يابا. ويولع في امك. اضحك يا بنت اضحك كده كان يا عم فيك وفي امك. بس فيك يا بنت انا النهارده جالي تليفون من البلد فيه مشتريين للارض عايزين يشتروها. يا ساتر اخيرا هتتخلص منها. الف مبروك يا عباس والله. عارف الارض دي قلت امشيها من غير مشاكل عشان اما اموت. يا راجل افرح لك مره بقى في حياتك. والله فرحان بس انت عارف انا قلبي ما بقاش مطمن علشان خاطر لميس. يعني عايز اسيب لها كل حاجه صح. ربنا موجود يا راجل وان شاء الله لميس هتكون بخير وهتكون احسن واحسن وهتشوفها احسن مما تتمنى لها كمان. انا هسيب طبعا لميس مع قطاطه في الظروف اللي انت عارفها دي، فانا عايزك تبقى موجود معاهم. ده هم 3 ايام بالكتير. تكل على الله وسافر. ده بيتي ودي حفيدتي وانا ان شاء الله هبقى شقر عليها بالتليفون. بالتليفون؟ ما تبعت لها مسج احسن. ده اسلوب حمار. حمار؟ ده حوار حوار يطلع من راجل زيك انت. ايه واخد دكتوراه في الاباحه والرتح. والله وجه الزمن يا اسماعيل ان انا احتاج لك. شوف لك حد يحرسها لك على ما ترجع. انا شخصيا مش فاضي. سلام. هتعمل اللي بقول لك عليه ورجلك فوق رقبتك. ايه بقى قابلني. ايوه يا عم صالح انت فين؟ انا واقفه هنا اهو مستنيك. ايوه انا شفتك يا عم صالح. انا شفتك انت. ايوه شفتك يا سنيه. طيب يا انا جايه اهو. طيب اقفل اقفل.
قوة إلا بالله. محدش خدني من العربية يا جماعة. جبان خبطوا وجري ومحدش لحق ياخد رقم العربية. حد يا جماعة يتصل بالإسعاف عشان اتفرج على الراجل وهو مرمي كده. لا إله إلا الله. 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 لا قوة إلا بالله. ركزي معايا عواطف. نزلي الماسك كده ها وطلعي بقى بالراحه وقفي قدامها. حول ولا قوه الا بالله. الوليه ولا كانها شغاله في الفاعل، دماغها عليها مش نايمه. يلا ما باليد حيل، امر لله. اما قطاط اما قطاط مين بيلعب؟ بيلعب انا. اما قطاط مين؟ اما قطاط يا عاد عايز ايه يا عاد؟ اصحي يا اما قطاط. ايه اصحي معلش يا اما قطاط، اصلي خلاص وصلنا الفيل وزمان ست لميس مستنياك. يلا انزلي. انت نمتي اما قطاط؟ بيتك معلش السودا عايز ايه؟ معلش عشان خاطر انزلي عشان ست لميس مستنياك. طب يلا ارتحت الباب. ماشي يلا بينا. انت هتعرف مش عارفه الاخرى فين. حاضر انا عارف. نازل يلا انزل. حاضر نازل يلا يا حيوان. نازل اهو. تلمتك انت ايه؟ انا هفتح لك اهو. انا هفتح لك الباب. هفتح لي الباب. لا مؤاخذه اما قطاط، بس الاوامر علينا. اتفضلي اما قطاط. الامر لله يا حبيبي. ايوه ايوه انا ايوه انت بيخرب بيتك عشان فرقعان الصدري. لا مؤاخذة انت عارف فرقعان الصدري؟ ما خدتش بالي. ما انا ما انت عايز بنتي ايه بقى؟ مش عايز حاجة، انا عايز اقفل الباب بس. ما انت بتقفل الباب عايز تفرقعني يا ابني لحد دول. انت عبيط يا فندم. ايوه انا عبيط. انت بتتكلم كلام وانت مش عارف انت بتقول ايه؟ ايوه انا اللي غلطان. خش يا اما قطاط خش. ارجع يا سلام. انت استنى. هتمشي كده اهو من غير ما تدعي لي. يا سلام يا ابني. روح ربنا ياخدك. ربنا ياخدني. بقول لك ادعي لي. نبض ضربة تعمل رياحك، بالك ربنا ياخدك رياحك. صحيح. ايوه. طب ادعي لي. الهي خير بيتك. امين. الهي تغطس وتلم. امين. وتنزل في سلم. امين. وتولع ما يحاول تفوق. امين. ويجعل يا رب كتير ولي في ايدك قليل. امين. لا يا رب وانت ماسك ايدي يا ربنا يروح في اسمه يا رب. امين يا رب. امين. مع الف سلام. مع الف سلام. وربنا الست دي بتحبنا اكتر من امي. ربنا يولع فيك يا ابني انت وانت وامك. مع الف سلامة. مع الف سلامة. الف سلامة يا امك. مع سلامة يا ابني العريطة. الف سلامة. الف سلامة. يا نبيل. نبيل. بدي عواصف. مفيش لك وقت ولا حاجة؟ مدي عواطف؟ مدي رد؟ عباس! عباس! يا بصي دي ست كبيرة تطب مننا ساكتة ودي قرشانة ولسانها قد كده تبهدلني. عباس! مش بقول ايه ده؟ ما يكون البيت عواصم قتلت اللي في البيت وتبعد في الزيت والسكر وتفصت بغمر زوي. بدي عواصم. يا أما أنا خايفة. يا أما عباس بلاش يا أختي بلاش. خدي دي طيبة جدا. ماذا بسيدي بخط؟ عواطف! البيت! البيت عواطف! ايه تطب ساكتة يا جروع؟ مش هتطب مش هتطب يلا بس مش عباس! البيت عواطف! عواصف! بيت! عباس! عباس!
انت عفريت؟ عفريت؟ اللي شم ريحة الخدامة المعفنة. ايوه ده عيا من دينكن ليه في رقم مستشفى؟ لا لا سافر سافر البلد. سافر البلد يعني يموت في وسط أهله؟ لا مش هيموت هو سافر عادي. يعني هيروح مش هيرجع؟ لا هيرجع إن شاء الله بعد ثلاث أيام. إن شاء الله هيكبر يعني بقى في اللعبة دي. ماشي نعمل نقطة. نخده ونرميه من البلكونة. ماشي زي ما أنت عايزة. ماشي؟ آه! ليه يا طنطا أنا بهزر معاكي قلت لك. خلاص يا طنطا. هو مين اللي بيتكلم؟ معلش معلش دي عوار. مين اللي انت كان كده برضو ده موسى تخدوني كده بال الوسخ ده كنا بنلعب معاكي يا عم معايا دي وطوا وانا بندركوا ده تهزروني كده طب خلاص انا ما اقصدش احنا بس كنا عايزين نفرفش شويه طب كنت تقولوني العب معاكم الله انا مش فاهمه بقى انت عايز تلعبي ولا مش عايز تلعبي كنت عايزك بس الوش الخايب اللي انت كنت بتلعبه دي مش حلو كنت خدوا وشي العبوا بيه ايه ده؟ في ايه؟ سمع صوت صوت؟ صوت ايه في حاجة ورايا؟ في حاجة ورايا ولا ايه؟ اسمع مامي اهو ايه؟ الامي تعالى يا وضر تعالى طنطك نبيس اهي يلا خش بوسع من ورتها انتظر الحذاء ضيق اخلع اللي جابه امه يلا انتظر يا سلومبي يلا اني اعطيه يا نهار اسود سامحيني يا مولاتي هشام اديتوني انا مين يريده يا دي الليل والنهار والاسود والسواد اللي انا داخل خارج فيه وبعدين يا جدعان في الكرافيك اللي انا عايش فيه ده مفيش مره اروح اصدر في المفتاح روح خرجنا الكنز وبقى الموضوع خلص كده الله يخرب بيتك يا عم هريسه والنور اللي قاطع ده ايه؟ اه يبقى احنا كده في مصر نور قاطع يبقى احنا كده في مصر عزيز هو في ايه؟ الدنيا ولع مع السلامة عليكم الأول وعليكم السلام ورحمة الله يبقى احنا كده في مصر الدنيا ولع ليه؟ أنا عارف أنت بتشتغل ايه؟ أنا بالقافي حرامي لا والله حرامي اهي بتاخد كام في الشهر ايه انت ميزانيه متوحه انت ايه اللي انت لابسه ده انت بلياشتو انا ايه بلياشتو 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 ايوه بقول لك ايه والنبي حبيبي الملايين انا شايف حاجه ورا ودنك كده وعايز اعرق دماغي ما شربت السجاير بقالي بتاع شهرين من الكفار للثوره حبيبي اتفضل تسلم سلام عليك هذا ربنا يرزقك يا رب بالحرام معاكش كبريت والنبى زميل طلبات الكتر امسك يا عم كتر ايه وانت بتجهز عروسه سلام عليك الف سلامه نهارك ان شاء الله ازرق باذن الله سلام سجاير برضه السجاره ما ولعتش برضه اولع ازاي انا ممكن اولع لو سمحت وقف عندك ما تتحركش يا مجرم يا عتيد يا بتوع الحركه والبركه والمركه هنلمكم اسمك ايه يا جدع انت انا نمبر انا ما عملتش حاجه والله قدامي يا حارق القاهره يا معتاد يا اسير احرق القاهره ليه اقرا حي القاهره اقرا حي القاهره لا ارجع لكم الخلايا بتاعتكم اقرا حي القاهره اقرا حي القاهره والصحافه صاروخ لك كده اشاعات ايوه واضح انك ضليع قوي كله اشاعات في اشاعات كله اشاعات في اشاعات والله واسمك اللي منور الجرانين انا ما اعرفش انا وقت مع العسكري وانا خارج من الخرابه لقيت خارج من القاهره الحادثه وانا اللي حرق القاهره ازاي ما اعرفش وصورتك والشهود ده بقى سرعه النت الكيكه بايت عالية هنا في قلب المكان عندكم دي كلها اشاعات كل ده اشاعات حضرتك سعادتك ربنا اراد يكشف سترك ليه بس
ده انا بريء والله. قولي. نعم. اللبس اللي انت لابسه ده هذا عاجبك؟ دي قرائن وهسألها لك. اتفضل. اللبس اللي انت لابسه ده ايوه اللي بيدل على زي موحد لحزب معين. نعم. اللبس ده ايوه بتاع ايه؟ ده بتاع البلاك بلوك. بلاك بلوك. بلاك بلوك. جميل. عظيم. اعتراف هايل مدهش رغم اني مش عارف معناها. ربنا يخليك يا سعادة الباشا. جل من اعطاك علم الشياطين يا خسيع. خسيع. قول لي. اتفضل. تقول ايه على الدليل القاطع اللي هيوصلك لحبل المشنقة اللي انت متخفي من ورائه؟ ايه بقى؟ نعم. دليل ايه؟ دليل ايه؟ انا مش عارف حضرتك بتتكلم على ايه اصلا؟ دليل ايه حضرتك؟ ايه هو الدليل؟ ما تلفش وتدور عشان انا روحي بتلعب في مناخيري. الف مبروك. ما شاء الله روحك كبرت وبتلعب في مناخيرك ايه؟ حاجة عظيمة. وتقول ايه في السلاح اللي لقوه معاك اثناء اشعال حريق القاهرة؟ حريق القاهرة؟ حريق القاهرة. حريق مصر. مصر لكل المصريين. لا. استوب موكشن بقى كده. لا ما ينفع. حريق ايه؟ يعني انا انت فاكر ان انا اللي جه قلبي ان انا احرق بلدي؟ احرق مصر؟ ده انا ماليش عيش فيها ولا استحق اصلا ان انا اعيش فيها. انا عرفتك. الذنب. انت من الفدائيين. فدائيين؟ انا احبكم. والله؟ واكن لكم كل احترام وتقدير. الله يخليك، الله يخليك. انا فدائي. انا فدائي وكل اللي انا منضم ليهم فدائيين. واحنا كيف فدائيين برضك بنحبك وبنكن لك كل طراطيش. عارف؟ ايوه. رغم انك حارق البلد بره. ايوه. لكن ممنون منك، عارف ليه؟ ليه يا فندم؟ علشان شجاعتك واعترافك بحريق القاهرة. سعادتك لو سعيد ان انا حرقت القاهرة، انا ممكن اسقط لك بكرة احرق مسجد السمان والجيزة وبني السويس والحتت دي يعني لو حابب. مش عايز تحرق حاجة تاني؟ شوف انت عايز حاجة بحضرتك على حسب ما تحب حضرتك. انت على اتصال بمين في الخلية؟ اتصال بمين في الخلية؟ بالراجل صاحب المنحة لنفسه. انت مش لسه قايل انت من الفدائيين؟ يا باشا انا بقول اي حاجة انت سعادتك عايزها. انت شفتك بتحب الفدائيين فقلت ابقى فدائي. فدائي لك حبي وفدائي. عايزنا بقى صهيوني؟ خلاص خليني ابقى صهيوني لو انت بتحب الصهاينه. شوف انت بس، شوف انت عايز اي بلد عايزنا نركبها وابقى معاها واخد بالك؟ بس المهم ان انا افك واخلع من هنا بقى. صهيوني؟ ايوه صهيوني. ده اعتراف هايل. امال ايه؟ ده اعتراف مذهل. امال ايه؟ مزعج. ايوه اكتب عندك. اتفضل. وقد اعترف المتهم ايوه بكل المنشورات شفت المنسوبه اليه. الله يخليك. بحرق القاهره وزود صهيوني. وفي الجيزه. نكتب له جيزه. قلنا هنحرق الجيزه وقلنا السويس. تعالى اقف جنبيه وقول لي اللي عايزه. ممكن؟ ده محضرك. والله انا ما عايز بس اتقل على حضرتك والله. لا مؤاخذه عندي. اتفضل حضرتك. الله يخليك. بص هنا اكتب الجيزه، اكتب الجيزه. ايوه. وبني السويس. وخش بقى ايه الاتحاديه. صح؟ ماشي؟ وعندك هنا رابعه ومدان عابدين. ماشي؟ اه كده خلاص. اه مرضي؟ اه كده انا مبسوط. اه في اي اضافه؟ لا والله. شوف انت بقى استضيف حاجه انت ضيفها. اكتب. وقد اقفل المحضر في تمام الساعه السابعه و11 دقيقه مساء يوم ايوه 26 يناير. ايوه يناير سنه 1952. لا والنبي. 52 52؟ ايوه 52. 52 52. لا لا ايوه اهو الملك فاروق جعفر اهو ما شاء الله عليه. طب ممكن في بياضه هنا ممكن اسجل فيها حاجه ثانيه زياده؟ اتفضل. هي صوت فقط. اتفضل. ماشي. حلو قوي. سعادتك وصلت ان انت قبضت عليا الساعه كام حضرتك قلت دلوقتي؟ 7:11 دقيقه. 11 دقيقه وعدى قد ايه الوقت على الكلام بتاعنا؟ يعني قول دقيقتين. دقيقتين يعني بقت كام؟ 13. حلو. ده بقى ميعاد هروب انا. هتقول الدول ده اخرس بيت امي اللخبطه من الواحد من الواحد. مساء الخير. مساء الخير.
اضرب بقى اضرب بقى، وما فيش غيرك في البلد يودع ولا ايه؟ تاكسي تاكسي. جهنم لو سمحت. اتفضل. جهنم. قصر الزرازير اللي حط ابوك تعرفه؟ اعرفه. الله يخليك. بس حضرتك هيئتك ولبسك غريب خالص. يا عم بلا خالص بلا مالص. هو ايه اللي حصل في البلد؟ ايه جهنم اللي والعه دي وبني ادمين ماشيه عماله محروقه ومولعه في ايه؟ هو حضرتك مش عارف ولا مستنكف؟ انا بيني وبينك عايز اتكلم فعلا في اي حته، استنكف في اي حته كده ومحدش يعرف مكاني في الهوجه اللي حاصله دي. الاذاعه والجرانين بيقولوا اللي حرق القاهره شخصيه وهميه. تدعى الليمبي. الليمبي؟ وسمعنا ان الليمبي هو اللي يحرق القاهره كلها لوحده. عندك حق يا عزيزي. الحكايه واضحه زي نور القمر. امال ايه؟ اللي ورا الحكايه دي القائد البريطاني البريجادير اوكسهام. طب والبريجادير اوكسهام دول علاقتهم ايه في الثروه؟ الثوره اللي حصلت في العنا؟ يا عزيزي اوكسهام هو راس الافعى. ايوه. اصدر امر الوزير الداخليه فؤاد سراج الدين باشا. بإخلاء سكنات الشرطة في العباسية. إخلاء سكنات الشرطة في العباسية؟ أيوه. أيوه مهم طبعًا يخلق سكنات الشرطة في العباسية. فؤاد باشا جن جنونه. أيوه طبعًا. واتصل بالنحاس. أكيد بقى عشان عايز يديله المواعين والحلل من عنده بقى وياخدها يخرجها قبل ما تتشقط بقى من العيال اللي هم البلطجية. ولا إيه؟ كلامك ورموزك يؤدي للمعنى المنشود. لا ما انا ما نعجبك، ما انا اصلا خبيث يعني عارف الحكايات بتحصل فيها ازاي. النحاس باشا رفض تسليم القناه. رفض تسليم القناه؟ والله عنده حق. بس كلام في سرك يا عزيزي. اتفضل. اللي حرق القاهره ايوه الجماعه المدربه. ده كلاب دي ولا ايه؟ هم مش كلاب، بني ادمين بس زي الكلاب بالظبط. ايوه صح. حرقوا القاهره لاحراج النحاس. خلص قلنا اللي جابونه ودينا عند زرزور بقى. بس يا عزيزي اللي هيصير فضولي. ايوه. حكم دار العاصمه ماذا بقى؟ مصمم ان الليمبي هو اللي حرق القاهره وبيقول هيجيبه هيجيبه. اللي هيجيبه هيجيبه ده في ايه يا عم؟ انت حاسس ان البلد كلها مستنيه الليمبي ده ما يجي يروحوا ملبسينه كل الحاجات دي وحكم دار عاصمه وتاكسي العاصمه وانت شكلك اصلا مش من العاصمه وبعدين ده عصر غريب وانت غريب وشكلك غريب وعايز اروح المشوار الغريب بتاع ام اللي جابوني بقى. انا هوصلك يا عزيزي بس انت خليك محله. حاضر محله وحاله يا حاله مروان كريم يا حاله. اتفضل يا عزيزي. الليمبي ده ايوه مخابرات الانجليز وراه. ايوه مخابرات الملك وراه. ايوه والبوليس السياسي وراه. ايوه يعني هيجيبوه هيجيبوه. يفرجونا هيجيبوه ازاي؟ يقابلوني يا عم الحاج ووشي كده في السيده بسن سنجيت يا معلم. اروح معلم على الارض كده واللي يعدي الخط التاني يعدي بفيزا. اصحى اصحى يا عم الحاج ده انا الليمبي اللي. انت مين؟ انت مين؟ انا مين ايه؟ انت بتقول انت الليمبي؟ يعني كلنا الليمبي كلنا الليمبي كشعب واحد يعني. ايوه يا عزيزي الثروه لازم تقوم على كده. عارف يا عزيزي. اتفضل يا عزيزتي. شمس الحريه هتشرق مهما طال الليل. هو انت حزب كنبه ولا حركه تردد؟ تردد. ايوه دي احزاب جديده دي ولا احزاب جديده لسه معموله. اتاسست امتى؟ ده وانا جاي في السكه من هناك من مصر دلوقتي. ومين زعيمها؟ لميس الحديدي. لميس الحديدي؟ ايوه معرفهاش للاسف. شايف يا عزيزي اللي هناك ده؟ مين بقى ده هناك ده؟ هو ده قصر الزرازير. هو ده قصر الزرازير؟ عارف يا عزيزي؟ اتفضل. انا ممنون منك خالص. وانا شلتوت منك خالص والله. والله حضرتك المشوار ده طويل. ايوه طويل. وبيكلفني 5 قروش. لا والنبي 5 قروش؟ بتاخدهم على حجر واحد؟ انت ظريف خالص. وانت خفيف خالص. دي حركة قد ايه؟ ده الفدائيين. الفدائيين؟ هو ده يا عزيزي قصر الزرازير. أنا ميمون جدا. أنا اللي ميمون ليك يا عزيزي. ميمون ربنا يخليك. ليه 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 يا ميمون؟ اتفضل. مع ألف سلامة يا عزيزي. أنا ميمون جدا من الفرصة دي. تعال. ايه؟ اتأخرت كده ليه؟ مش عارف فين. يلا بينا. ايه الناس اللي بتجري دي؟ هم يا أم قطاطة اتأخرنا. ما أنا جاي أهو، ده ضربة الدم لما تلودك. أمين. يلا تعال. قطاطة. بس مش هنا. هو أنت هنا؟ لا 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 لا، أنا مش هنا مش هنا. بس ده الراجل اللي أنت رسلنا. انت هنا
ما تيجي هنا. اجي هنا؟ هنا فين؟ هنا فين؟ نحس ان انا مش بالفنة، نحس ان انا بالجنة. انت كمان مت ودخلت الجنة؟ اصبر، مت فيك من ساعة ما شفتك يا عطاطا. اضربني بالإقلام يا عطاطا. عاملني بعمر اتلم يا ولية. عاملني بوقاحة يا وحش. اتلم مين؟ ما مت بوقاحة. ما تشوهيش الصورة اللي انا واخدها عنك في دماغي. عطاطا انت مش عارفة قيمة نفسك، انت بتشوفي الناس وتفهميهم وتحكي عنهم وتحللي حياتهم وسلوكهم بعدسة خماسية الأبعاد. العقل البشري لسه قدام قرون وقرون علشان يوصل لها، بس انت مشكلتك في في الكونتراست اللي في شكلك الخارجي وجمالك الداخلي، وتيجي تزيد الطينة بلة تقوم تلخبطي علم الفلسفة اللي ربنا اداها جواكي ولا انت داريانة بيه. بكل ما انا واحد رعب، انت ما وجعت دماغي، ما تيجي اوريك اللي معايا يا باشا. يا عبتك يا عطاطا، بقى مستنية الدنيا تضحكلك وعايزة تخرجي من هنا بعد السنين اللي انت هتقضيها عشان تشوفوا مستقبلك تاني. مستقبل ايه والنبي ايه؟ ده انت عشت اكتر من ابو دهود. يظهر ان انا لازم انا اسيس اموري واخلص مدتي على خير واخرج اشوف مستقبلي المشرق بقى. يلا بلا محن فاضي. قومي يا عطاطا، الصلبة كير عايزك. ايوه جاية يا عطية. ماسك القرف مرة نكد. يعني ياما قطاطي انت ما تعرفيش خالص الناس اللي ضحكوا عليك دول. يا ما قلتلك ما عرفش يا واد. انت بتعرف وجهك ده ليه ولا؟ ما انت عايز الخاطر بساعة ما حد بالك يجي يسمع ساعات دلوقتي عم تقولي يا قطاطا دلوقتي الناس دي ما تعرفهمش والخناقة منك. ارجع تاني اسألني نفس السؤال وقولي برضك لما قطاطا الناس اللي ضحكوا عليك فين؟ كده؟ طب انا مش هتكلم خالص اهو. ده ما 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 طب خلاص ماشي. خلاص ماشي. اديك مباراه بوسع. لا ما تدينيش، انا مش هدي، انا هسالك سؤال. امال انا هحط البدله في مناخيرك؟ لا لا واتحرم في مناخيري. لا خلاص يا ام قطاطا، انا هسالك سؤال جديد لانج غير السؤال القديم اللي كان بيقول ما تعرفيش الناس اللي تحكم عليك خالص دول. ماشي ماشي ماشي، هسالك السؤال ده. ماشي بابا، هتديني ايه بقى؟ جزه جني دهب؟ ليه هو انا طارق علام ام قطاطا ولا ايه؟ طب يا ابني يا اخويا، حسيت طارق علام حتى؟ السؤال بيقول لك ماشي، الناس اللي ضحكوا عليك دول انتوا ما تعرفوش خالص. انت ايه يا واد؟ وانت وانت جنبي؟ تعال هنا يا واد. يعني في ايه هنا في دماغك ده؟ في دماغك في مخ. مش راسك مش محطة برزة؟ لا. انت عندك محطة برزة في دماغك؟ لا في مخ. ما انت محطة برزة في مخ ايه؟ الله. انت حبيبتي يا ام قطاطا، وكل اللي انا عايزه يعني افرح ببراءتك كده. مش عايز البراءة، أنا مش عايز البراءة خلاص، كرهت البراءة. أنا حاطب من الناس يمدوا المدة بتاعتي، ماشي؟ خلاص؟ ليه؟ كده؟ ليه؟ وبعدين أنت من عارف أنت بعد ما تصير يا نهار أزرق، أنت نمت من قبل ما تجاوب على السؤال اللي بيقول. يلا يا واطي، يلا يا واطي. ده مدرك يا الفاضل برضو جاي تاني يا ولاد. يلا ارسل. اول ما كلمتني يا اختي ام اسراء في التليفون دريت وصلت البيت. ما تسالنيش وصلت البيت ازاي. وانا هسالك. دخلت لقيته اسم الله على حبه عين امه. اسم الله غرقان في دم ووشه مزرق وايديه مزرقه. قلبي وجعني، قلبي وجعني على ضنايا يا قطاطا. يا حبيبتي يا بنتي، طب انتوا ما عملتلوش كشف تبر من الصنان؟ لا،
بس جيراني كتر خيرهم ويكبر بخاطرهم ربنا، جريوا على المستشفى قالوا لهم هاتوا لنا كمان 3 4 ايام نكون حجزنا له دور. ويخش الجيش؟ لا ابني لسه سنه ما جاش للجيش خالص. ماجوا انا ودي ما عرضتش حاجه بقى لما امه اعتدوا عليها. اعتدوا على مين؟ اعتدوا عليها هي. هي مين؟ اعتدوا على التوك توك. التوك توك ماجوا بعدين اتريهم بقى كانوا حاطين عينيهم على التوك توك وقاطرين الواد. ماجوا ابني بقى الموكوس مش يديهم التوك توك ويخلع. ما عمل 100 راجل في بعض هجم عليهم. ماجوا مسكوه اتكتروا عليه قطعوه بهدلوه وزرقوا له جسمه. بلاوي وحصل اللي حصل. وحصل اللي حصل. بلاوي وحبل هم حصل عمل محمد اعتذر عليها. مين ده اللي حبل؟ مش بتقولي حصل اللي حصل ولا ايه؟ بصي اعملي كشف باللي حصل ده عشان تاخدي النفع في المحكمه، النفع بتاعت الجواز لما هي حبلت. مين دي اللي حبلت ونفقت ايه؟ مش انت بتقولي بنتك عطله مسكوها في التوك توك؟ عطلت مين؟ يا مليح اللي عطلت مين؟ عطلة اللي مش عندك بنت اسمها عطلة؟ وهو لو في بنت اصلا هيبقى اسمها عطلة؟ بقول لك عبد الله ابني. طب مين اللي حبل؟ مين؟ مفيش حد حبل، ده انا اللي شكلي هحبل منك يا قطاطة عشان انا خلقي في حلقي. تحبلي مني؟ اه ليه قاعدة قدامنا محمود المنيجر انت الكلب يا معرونة؟ واحنا نضربك نضربك في السيركل. طب يا مرة خليها عنك، ده انا اللي هضرب نفسي اهو عشان قعدت معاكي وباخد بشرط. بس انت يا ده يا ده يا ده يا خنيقة يا ده يا ده بتتكلم افوقت عليك وعبطني لجرتك يا ريتهم كانوا سيبوا عليك الحنفية بتتكلم. قطاطة انت قاعدة نفسي يا بنت. قطاطة انت بتكلمي مين؟ بتزعقي مين؟ في ايه؟ ايه؟ هو انت كنت قاعدة هنا من شوية ومشيتي؟ لا أنا لسه جاية دلوقتي. يعني أنا ما ضربتكيش بالسمسم؟ لا. الله البنت عواطف بقى. مالها؟ عواطف عواطف يا أختي بقى مش سايباني في حالي كده بقى وعمال فرحة في الجاية وتنقل فيا. عملت إيه بس؟ أنا مش فاهمة. مش عارفة بقى هي كانت قاعدة ولا مش قاعدة؟ بإيه اللي خربت ولا إيه؟ ولا البطاطس؟ البطاطس تكون بتكبس على المراوح؟ يمكن. بيجوا كبسة على المراوح، مخاطب واحد يخرب. طب ما تقولي لي بقى هو حصل له ايه؟ هو مين ده؟ هيكون مين يعني؟ يمي هو بصي شايف يا عزيز اللي هناك ده؟ مين بقى ده هناك ده؟ هو ده قصر الزرازير. بقى ألف سلامة يا عزيز. تعال. اتأخرت كده ليه؟ مش عارف ايه ده؟ يلا بينا. الناس اللي بتجري دي؟ انا على استعداد لارتكاب اي جريمه في سبيل الوطن. لازم نكون بالعقل الراجح عشان نعرف ندي اراء سديده للمتطوعين. الملك فقد صوابه والانجليز الملاعين بيلعبوا بيه روليت. مصر وقعت من براسن الابلسه. صحيح، كان بودي اعرف مين الشخص الامين صاحب العقل الراجح اللي هيقدر يوصل كلمتنا. في راجل غلبان ومن الدنيا كفران وساكن في حارة شقة تعبان وهو على موعد. وأنا منتظرة الموعد ده. الراجل بتاعنا أهو. سافر لك يا بدر. ما إيه ما تنطروش ولا إيه؟ أنت لابس كده ليه؟ تمويع عشان الإنجليز. أه شفت قال لك إيه؟ قال لك تمويع عشان الإنجليز. برافو برافو. عرفوه دوره إيه؟ ده اشتغل هو دور ايه؟ يلا يا فندينا. دور ايه؟ يلا يا بلدينا. دور هو دور يلا دور ايه؟ طيب دور ايه؟ يا بلدينا اتفضلوا يا اساتذه بره لو سمحتوا. ايه ده ورشه خراطه دي ولا ايه؟ ده ايه ده؟ ده ايه ده؟ اقلع. ها؟ اقلع. ايه ده ايه؟ يلا اقلع عشان مفيش وقت. يعني عليك مفيش وقت ايه تقلع ايه؟ ما كل ده عشان خاطر مصر وعشان خاطر ولادنا. ايه عشان خاطر ولادنا دي؟ يعني ايه؟ انت هتتجوزني ولا ايه؟ انا مش فاهمك يا عم، ده بيتكلم في ايه ده؟ ايه يا عم انت موزع الناس بره وجاي خد البس. ايه؟ البس. البس دول يعني. تصدق انا افتكرتك شمال. يعني ايه شمال؟ لا شمال ده هبقى فاهمانك بعدين يعني. مصر. نعم. مصر. ايه؟ مصر.
انت بتوقف بجنون ولا حاجه؟ مصر خلاص، مصر مصر ملاكة ولا أجرة؟ يجب ألا نحيد عن الطريق. هنصطادوا بطريق؟ هتجيبوا طريق؟ طريق بطريق؟ وده إيه؟ أنت عطفة حنطور، وأنت عطفة شبارة، وأنت شارع سردينة وحلقة السمك. ودي امتحانات ولا إيه؟ توزيع امتحانات؟ وأنت جبل المعز وضرب المهابيل. وانت قلع القميص. نعم قلع القميص. قال ايه يا جدعان؟ قال وانا اخش جوه ورشه الخراطه يقول اقلع الهدوم وانت بتيجي هنا تقول اقلع القميص؟ قال انت فاكرني ايه؟ موزه ولا ايه؟ حلوه كلمه موزه دي، هتكون كلمه سر الليله. نبع عسل انت. خد. نعم. دي مجموعه قنابل. يا راجل ايه يا عم انا مالي ولا قنابل؟ وكل الحلقات مربوطه بالسلك ده. اه. ساعه ما تخرج مجموعه الوزراء. تروح شال السلك ده وانا شايل القنابل. ايوه تقوم القنابل المنفجره وتقضي على المجموعه الفاسده. لا والنبي وانت هتكون فين؟ انا مع الثوار. والثوار وانا هكون فين؟ هتبقى في الجنه ونعيمها. لا والنبي وهو ده دورك. ايوه طبعا هو ده دوري. تصدق بقى انا كان عندي اخد دور اللي بيقلع احسن. ليه بتسميها كده؟ انت بطل بتقدم رساله. لا انا مش عايز الرساله دي، انا بغنى عن الرساله دي. انا مش عايزها، انا مش عايز اموت شيء، مش عايز اموت النهارده. بكره بكره الساعه 7:30. الله مختار الدنجره وبعت لحد من رجالته كمان بالشكل ده. انت خاين ولا ايه؟ لا يا عم خاين ايه؟ خاين ايه؟ لا ده انا بنتحن وطنيتكم يعني. بشوف ان انا لما مش هنفنجر نفسي ده يعني بلعب معاكم كده يعني. انما انا وطني، انا وطني وطني. لازم نسحق الانجليز من اجل